أشادت وزارة الخارجية الروسية بالجهود المصرية لإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية إلى سابق عهدها. وقالت الخارجية في بيان عقب لقاء السفير محمد البدري سفير مصر لدى موسكو ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن الجانبين تبادلا الآراء حول الأبعاد الأساسية للأجندة الإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا، إضافة إلى تسوية الوضع الجاري في ليبيا وفي الشرق الأوسط. وأضافت الخارجية الروسية أن الجانب الروسي أشاد بالجهود النشيطة لمصر في دعم عملية إعادة تأهيل الوحدة الوطنية الفلسطينية وتطبيع الوضع في غزة في ضوء النتائج المتماسكة للاتصالات بين ممثلي حركتي فتح وحماس في القاهرة. انضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية السيد ماك شرقاوي المحلل السياسي. أهلا بك سيد ماك. أهلا بك وأهلا بمشاهدينك الكرام. أهلا بك. كما تابعت معنا منذ دقائق كلمات في الأمم المتحدة، كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبله كلمتان أيضا لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. بداية، كيف تابعت هذه الكلمات؟ والله الكلمات طبعا من الامين العام للامم المتحده ورئيس الجمعيه 72 الجمعيه العامه للامم المتحده 72 هي كلمات تقليديه بتتكلم عن دور الامم المتحده في حفظ السلام، والموضوعات على راس جدول الاعمال في هذه الدوره هي الاستغلال الجنسي ومكافحه الارهاب ومكافحه تمويل الارهاب وتجفيف منابعه، وايضا إيجاد آلية لمنع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وأيضا كانت يعني كلمات تقليدية. ولكن الكلمة الغير تقليدية طبعا الرئيس دونالد ترامب. فالرئيس دونالد ترامب كما كانت التسريبات من يعني أروقة السياسة الأمريكية أن الكلمة الأمريكية سوف تركز على كوريا الشمالية، وقد وصفه رجل الصواريخ روكيت مان. يعني نعم. كان هناك تهكم على شخص الزعيم كيم رئيس كوريا الشمالية. ولكن أعتقد بعد لقاء الرئيس ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس، أعتقد أنه تم إدخال إيران في الكلمة والتركيز على ما يحدث من إيران وفقا للمحادثات التي جرت ما بين الرئيس ترامب وما بين بنيامين نتنياهو، وأيضا ركز على المشاكل الإقليمية الموجودة في المنطقة وعلى المشكلة السورية، وأيضا ركز على المشكلة في أفغانستان وتغيير السياسة والاستراتيجية العسكرية الأمريكية في أفغانستان، وأيضا تطرق إلى ما يحدث في فنزويلا وما يحدث من الرئيس مادورو في فنزويلا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تترقب عن كثب كل ما يحدث هناك وسوف تكون لها دعم للشعب الفنزويلي، ولم يخلو ذلك من حتى التدخل العسكري، يعني قد لمح بذلك في أكثر من محفل. وأعتقد أيضا أنه قد ضرب في صميم الاتفاق النووي الإيراني، وأيضا تكلم عن مكافحة الإرهاب من جذوره، ونوه عن زيارته في المملكة العربية السعودية في المؤتمر القمة الأمريكية العربية الإسلامية والتي حضر فيها أكثر من 50 دولة مسلمة دولة إسلامية، وكانت هناك توصيات لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل الإرهاب. أعتقد أنها كلمة طويلة. نعم. وأعتقد أنها كلمة يعني قوية جدا، وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تنظر إلى ليس فقط ما يجول في أفكار الدول وأيديولوجياتها، انما ايضا الاوتكم، ماذا سوف يحدث من تلك العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه، وما تجنيه من ثمار وما تجنيه من كسبا لمصالح لها في المنطقه. فاعتقد انها كلمه قويه جدا. نعم. سيد ماك، كلمه السياده التي ذكرها ترامب اكثر من مره، وقال حتى لمن كانوا يحضرون معه في هذه الجلسه، اقول لكم امريكا اولا وانتم بلدانكم اولا والسياده هي اهم شيء. كيف نظرت لهذه الكلمه التي ذكرها اكثر من مره في خطابه؟ هو المعروف عن دونالد ترامب أنه يريد أن يلغي تماما أوباما ليجاسي، كل ما قام به أوباما وكل ما قام به مؤسسة الرئاسة في إدارة الرئيس أوباما السابقة
بأنه يحاول أن يلغيها وأن يمحوها من التاريخ السياسي الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا المجتمع الدولي. فاليوم أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب ينظر إلى الرئاسة الأمريكية بأنه رئيس محلي يريد فقط يعني مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والبناء في الداخل وخلق الوظائف، وجعل كل شيء يدور الأموال على الولايات المتحدة الأمريكية، وتناسى أو يعني بعد عن تفكيره الدور المحوري الرئيسي الذي لابد أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في المجتمع الدولي. فنراه يعني يغلظ القول لحزب الناتو ويهدد بتقليص المعونات لحزب الناتو، وأيضا نراه يلوح بتقليص المعونات للأمم المتحدة إن لم تقف الأمم المتحدة معنا. هو قال نحن أمريكا دولة من أكثر من 190 دولة وتنفق أكثر من 22% على الأمم المتحدة. بالضبط، ودي حقيقة فعلا. الولايات المتحدة الأمريكية تدفع 22% تقريبا من ميزانية الأمم المتحدة يعني، وأيضا يطلب من الدول الأخرى أن تفي بالتزاماتها وتعهداتها المالية وأيضا العسكرية. هو أشاد في محفل بجهود الدولة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفظ السلام، فمصر تعتبر سابع أكبر دولة شاركت في عمليات حفظ السلام، أكثر من 30 عملية من عمليات حفظ السلام، وأكثر من 30,000 عسكري مصري ومن القوات المصرية شارك في عمليات حفظ السلام. فهو بيطالب الدول بأن يعني تقدم الدعم المالي واللوجستي وأيضا الدعم العسكري الفعلي لمساعدة الأمم المتحدة في القيام بدورها في حفظ الأمن والسلم الدولي. نعم، بحديثك عن ما ذكره عن الدور المصري، ومنذ دقائق أيضا قلت سيد ماك لقاء ترامب مع نتنياهو ربما ما دعاه للحديث عن إيران. كيف ترى هذه الكلمة فيما خاصة بالتحديد إيران ودعم إيران للإرهاب، وحتى ربما تعرض أيضا للحديث عن دعم حزب الله؟ والله الموضوع فيه التباس كبير. يعني في موضوع حزب الله أولا أنت بدأت به، ثانيا فأبدأ بها أولا. نعم، نجد أمريكا تغض الطرف عن حزب الله عندما كان حزب الله يحارب مع القوات الروسية جنبا إلى جنب مع القوات السورية مع نظام بشار الأسد في سوريا وفي الحرب السورية. ونرى أن أمريكا تغض الطرف عن ما يفعله حزب الله من مساعدة الجيش اللبناني في طرد فلول القوات النصرة والتي الآن سميت جبهة تحرير الشام بمساعدة الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني في جنود عرسان. ونرى أنه لم يرد على ماذا تتفعل مع حزب الله في المؤتمر الصحفي الذي عقد في أعقاب زيارة رئيس الوزراء اللبناني الحريري في واشنطن، وقال للصحفيين ردا على سؤال عن حزب الله سوف أرد عليك خلال 24 ساعة، ولكن هذه 24 ساعة امتدت حوالي الشهر الآن. فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى حزب الله عندما يكون في صالح الولايات المتحدة الأمريكية فتغض الطرف تماما ولا يذكر في أي محفل من المحافل الدولية، وعندما تكون هناك حاجة للولايات المتحدة الأمريكية في التذكير بأن حزب الله هو جمعية إرهابية وحزب الله جمعية محظور نشاطها والمفترض أنه تجميد أمواله في كافة أنحاء المعمورة، ولكن هناك سياسة المصالح، عندما تكون معي فسوف أغض الطرف، وعندما تستقر الأمور وأجد أن حانت الفرصة للانقضاض عليك فسوف أنقض. ذلك بالتأكيد لمصلحة إسرائيل في المنطقة. أعتقد أن إسرائيل الآن تخوفها الأكبر من تعاظم دور حزب الله على الحدود السورية الإسرائيلية، ونعتقد أيضا أن حزب الله قد أوقع الآلام الكثيرة في حرب 2006 في انتصارها على القوات الإسرائيلية والانسحاب المنفرد من قبل القوات الإسرائيلية في 2006. لكن سيد ماك، فيما يخص كوريا الشمالية، أوباما أو عفوا ترامب تحدث بشكل عنيف وشكل قوي وهدد تهديدا صريحا ومباشرا بسحق كوريا الشمالية، لكن هنا في هذه النقطة فيما يخص إيران فقط الرجل ندد واكتفى بالتنديد. ما هي خياراته؟ هو ندد واكتفى بالتنديد، وقال أيضا هناك من يجلس معنا في القاعة. نعم، يعني يهتف بموت أمريكا وإزالة إسرائيل من على الخريطة، وركزت الكاميرا في ذلك التوقيت على
مندوب وقال هناك في القاعة أيضا وفي مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة من هم يعملون ضد حقوق الإنسان. بالتأكيد. فأعتقد أن الكلمة كانت قوية جدا، وأعتقد أنه تحدث أيضا على الاتفاق النووي والذي يربط الولايات المتحدة الأمريكية والذي بإيران، والذي يعتقد الرئيس ترامب أنه قد تورط في ذلك الاتفاق لما قام بها الرئيس أوباما في فترته الرئاسية. وتذكر أيضا أن بالفعل الرئيس أوباما قد فرض ذلك الاتفاق على الإدارة الأمريكية، فقد لعب لعبة دولية يعني ذكية جدا. مفترض أن كافة المعاهدات لابد الموافقة من الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي، ولكن إذا كانت معاهدة دولية فيستطيع الرئيس الأمريكي أن يوقع عليها منفردا دون موافقة المؤسسات التشريعية، وذلك ما قام به الرئيس أوباما. فهي المعاهدة تسمى 5+1، يعني 5 الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأصليين بالإضافة إلى ألمانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران. أصبحت المعاهدة الدولية 5+1، وأصبحت لها الحق التوقيع عليها دون موافقة الكونغرس. قد عرض الكونغرس معارضة شرسة في الولايات المتحدة الأمريكية تلك الاتفاقية. فنجد الآن الرئيس ترامب قد وجد نفسه متورطا في تلك الاتفاقية الدولية، ويحاول يعني يبذل كل ما يستطيعه أن يعدل هذه المعاهدة لصالحه. ولكن قد فات الوقت، لقد اكتسبت إيران تقريبا 95% من الفوائد التي استعود عليها من تلك الاتفاقية، فقد أخذت ما يقارب 150 مليار دولار من الإدارة الأمريكية. بالتأكيد هي التزمت ببنود الاتفاقية وأخرجت 94% من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى روسيا وفقا للاتفاقية. وأيضا هناك رقابة لصيقة على المنشآت النووية في إيران، وأيضا هناك رقابة إلكترونية على هذه المنشآت. نعم. وهناك حرية كاملة لمفتشي الإدارة التفتيش على الطاقة الذرية. فأعتقد أن الآن هو دور سياسي فقط، لقد غبنتونا في ذلك الاتفاق ولكننا سوف نعدله لصالح الشعب الأمريكي. فأعتقد أن الأمر شد وجذب، ولن يكون هناك الحديث بالقوة والغضب كما فعل في حديثه عن كوريا الشمالية مع إيران، لأن إيران دور فاعل في المنطقة، والآن هناك تحالف آخر ينظر إليه العالم بعين الترقب، وهو التحالف التركي الإيراني الروسي. فالروس يعني هي نقطة كنت أود الحديث معك عنها سيد ماك، فيما يخص تركيا وإيران هذا التحالف، ورجل شكر تركيا فيما يخص جهودها في مساعدة اللاجئين، وحتى فيما يخص روسيا أشار في كلمته كما تابعت إلى إنهاء وحل أزمات أوكرانيا وبحر الصين الجنوبي، فيما شكر بعد ذلك روسيا والصين على موقفهما أيضا من كوريا الشمالية. هذه الحالة والتناقض في التصريحات في نفس خطاب واحد، كيف نفهمه؟ والله هي خطاب المصالح، يعني لابد أن تشكر الصين وروسيا عما فعلاه في مجلس الأمن. فلم يحدث خلال عقود مضت أن يصدر مجلس الأمن قرارين بإدانة دولة بإجماع أعضاء مجلس الأمن. نعم. إلا في موضوع كوريا الشمالية. فأعتقد أن هناك عمل جاد جدا على الأرض، وتقوم به أكيد السفيرة هالي في الأمم المتحدة، فتقوم بمجهودات جبارة. قد استطاعت أن تقتنص يعني قرار بإدانة وتغليظ العقوبات على كوريا الشمالية خلال أسبوع فقط عمل، 5 أيام عمل، تجمع مجلس الأمن وأصدر قرارا بتغليظ العقوبات مرة أخرى وتقليص صادراتها من البترول إلى الثلث ومنع أن تستخدم منتجاتها النسجية، وأيضا منع تجديد عقود العمالة التي تضر الكثير من الأموال عن النظام الكوري الشمالي، مما يعود على خنق هذا النظام كي لا يستطيع أن يتم الصرف أو التوسع في تطوير النظام الصاروخي الكوري الشمالي، وأيضا هذه القوة الذرية التي يخشى الجميع تماما الدخول في مهاترات معها، خاصة أن لا أحد يتوقع ردود أفعال الزعيم كيم زعيم كوريا الشمالية. نعم. إذا مآلات الأمور فيما يخص كوريا الشمالية طبقا لما صرح به ترامب اليوم، تراها تهديدات لأجل الاستخدام الإعلامي فقط، أم أن الرجل جاد في تهديداته؟ هو الرجل جاد في تهديداته تماما، ونجد التحركات العسكرية الموجودة الآن في المنطقة، ونجد أيضا
أن الولايات المتحدة الأمريكية قد وضعت جهاز الدفاعي الصاروخي المسمى ثاد في شمالية كوريا الجنوبية بقبالة كوريا الشمالية، وأيضا هذا النظام الصاروخي الدفاعي يسبب الأرق ويسبب أيضا الانزعاج للروس والصين، لأن تقنية هذا النظام، رادارات هذا النظام حساسة جدا وقوية جدا، تستطيع أن تكشف أجزاء كبيرة من الأراضي الروسية والصينية في المنطقة، ويعتبره الروس والصينيون أنه إخلال بميزان يعني الميزان العسكري في المنطقة والتوازن العسكري في المنطقة، وأيضا القطع العسكرية التي أمر الرئيس ترامب أن تتجه إلى المنطقة واقتربت الآن إلى حدود 6 ميل من الجزر الاصطناعية التي اصطنعتها الصين في المنطقة وجعلت لها سيادة عليها. فأعتقد أن الأمور الآن تتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لاتخاذ إجراءات عسكرية صارمة وحاسمة إذا طلب منها ذلك، ولكن أعتقد أيضا أنك تخوف من اتخاذ هذه القوة العسكرية الكبيرة جدا، خاصة من القاعدة العسكرية الموجودة في جوام التي تبعد تقريبا 2100 ميل عن موقع الأحداث، وهو مدى قريب جدا للقاذفات الأمريكية B2 العملاقة التي تستطيع أن تهرب من الرادارات وتستطيع أن تقصف أهداف داخل العمق الكوري الشمالي. وأعتقد أن هناك خطة من البنتاغون تم الإعلان عنها لضرب 20 مركز حساس في كوريا الشمالية، يعتقد أنها هي التي تحتوي على منصات إطلاق الصواريخ. ولكن هناك تخوف شديد، لأن ليس فقط الموضوع حرب نووية وصواريخ عابرة القارات متوسطة وطويلة المدى، إنما الأسلحة التقليدية الكونفنشنال ويبنز الموجودة النهاردة على الساحل الجنوبي لكوريا الشمالية في قبالة كوريا الجنوبية من الدبابات ومن المدفعية الثقيلة، هي عدد لا يستهان به، عشرات الألاف من هذه المدفعية لو أمطرت كوريا الجنوبية بالأسلحة التقليدية لكيفية القضاء عليها، ذكر العسكريون الأمريكان أنها تستغرق 45 دقيقة للقضاء على تلك الأسلحة التقليدية، مما سيكون معه دمار شامل. يتوقع أن يكون عدد الوفيات وعدد القتلى في سول وشمال كوريا الجنوبية يتعدى المئات الآلاف. فأعتقد أن الموضوع ليس فقط هو الرد العسكري، ولكن هناك توازن. 25 ألف من القوات الأمريكية موجودون في كوريا الجنوبية للدفاع عن كوريا الجنوبية، ونعتقد أيضا أن هناك ما يقارب 100 ألف أمريكي في كوريا الجنوبية. فأعتقد أن الرئيس الأمريكي لن يغامر بالقوات الأمريكية والأمريكان في سول، وأيضا لن يغامر بحلفائه في المنطقة من اليابان والدول الحليفة في بحر الصين. نعم، كما تتابع سيد ماك، العالم يترقب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشاركة المصرية في هذه القمة في الإجمال كيف تنظر إليها خاصة في هذه الظروف؟ والله زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المرة في الجمعية العامة في دورتها 72 لها طعم خاص. فأعتقد أن الإدارة المصرية أثبتت للعالم بأن مصر القاهرة بها مفاتيح الحلول للملفات الساخنة في الشرق الأوسط. فنجد أن اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الذي تم في سوريا تم بمباركة مصرية ومن القاهرة. نجد أن بعد أن أقلعت طائرة الرئيس المصري من القاهرة وقبل أن تصل إلى نيويورك، كان هناك اتفاقا بين السلطة الفلسطينية وبين حركة حماس، وتخلت حركة حماس عن إدارة غزة وإنهاء الانقسام. ذلك انتصار سياسي للإدارة المصرية. الدبلوماسية المصرية فعلت الكثير في المنطقة في الفترة الأخيرة في الثلاث سنوات الأخيرة. فنجد أن زعماء العالم ينظرون الآن إلى الرئيس المصري بأنه يحمل مفاتيح الحل للكثير من القضايا الإقليمية في المنطقة. كيف ماذا تنتظر من كلمة الرئيس السيسي؟ والله المتوقع من كلمة الرئيس طبعا التأكيد على دور مصر في محاربة الإرهاب، ودعوة العالم أن يتكاتفوا مع مصر في محاربة الإرهاب، لأن الآن الإرهاب قد نالكم. لقد حذر الرئيس السيسي أكثر من مرة في أكثر من محفل دولي أن الإرهاب سوف ينالكم، وبالفعل
الآن تكتوي أوروبا وتكتوي روسيا وتكتوي دول العالم الآن بالعمليات الإرهابية والعمليات من الذئاب المنفردة، مما يكتوي معها شعوب آمنة ويتم عمليات إرهابية ويقتل فيها مدنيون لا ذنب لهم في ذلك. أعتقد أن الرئيس السيسي سوف يؤكد على هذا الأمر في كلمته، وأيضا مكافحة الإرهاب ومكافحة الدول الداعمة للإرهاب. وأعتقد أن الرئيس السيسي سوف يذكر صراحة من هي تلك الدول، وأعتقد على رأسها قطر وعلى رأسها أيضا إيران. فأعتقد أن كلمة الرئيس السيسي سوف تكون قوية، وينتظرها الكثير من زعماء العالم ليروا دور مصر في المنطقة وما تقوم به. وأيضا أعتقد سوف يتطرق إلى الأحوال الاقتصادية في مصر والاستقرار الذي بدأ يحدث فعلا وثمار الإصلاح الاقتصادي، وشكره للشعب المصري. الشعب المصري أثبت للعالم كافة بأنه فعلا شعب له نسيج من طبيعة خاصة. فيعني انهيار الجنيه المصري أمام الدولار وتحرير سعر الصرف وزيادة هذا العدد، زيادة الكبيرة جدا في الأسعار، ولكن الشعب المصري أثبت العالم كله أنه يستطيع أن يحتمل، يستطيع أن يقف خلال إدارته السياسية، ويستطيع أن يصبر لكي يجني ثمار هذا الإصلاح الاقتصادي الذي تأخر أعتقد أكثر من 40 سنة. نؤجل ثم نؤجل ثم نؤجل المشكلة فتتفاقم وتتفاقم أكثر فأكثر. فيما تحدثت عنه الآن من حل للصراع أو التنافس الفلسطيني، كما تعلم اليوم التقى الرئيس السيسي في مقر إقامته في نيويورك برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كيف يساهم هذا اللقاء في حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية؟ والله أنا شايف أن الترتيب أن الرئيس أوباما التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس المصري ارتقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى مع محمود عباس. فأعتقد أن تلك اللقاءات هي لتقريب وجهات النظر، خاصة بأن هناك تغيير مهم وجوهري في القضية الفلسطينية. فتخلي حركة حماس عن إدارة قطاع غزة وإنهاء الانقسام وأن يكونوا في صفا واحدا هو مطلب كانت طالبت به إسرائيل وطلب به المجتمع الدولي كثيرا. وأعتقد أن الدبلوماسية المصرية حققت انتصار على الأرض بأن أقنعت الإدارة الفلسطينية وخاصة حركة حماس بأن تنهي حالة الانقسام، لكي نكون الآن على مائدة التفاوض مع إسرائيل، مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشراكة سعودية، بشراكة إماراتية، وبالقطع بوجود تنسيق كامل من القاهرة. فأعتقد أن هناك بادرة طيبة للبدء فعلا في حل جذري لتلك القضية الفلسطينية، والتي يعني يحتفل الآن الشعب الفلسطيني بذكرى 50 سنة على الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية المحتلة. فدعونا نتكاتف في جهود السلام ونخرج من تلك الأزمة، وأعتقد أن هناك حل قريب لهذه المشكلة. شكرا جزيلا سيد ماكا شرقاوي المحلل السياسي، كنت معي عبر الأقمار الصناعية من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.